جامعات، عيالنا دكاترة، عيالنا موظفين شرفاء، ايش في قلوبكم؟ تتذكر خصالهم، علها تجد سببا يبرر اخفاءهم وتعذيبهم في سجون الميليشيا. أمهات المختطفين، وفي اليوم الذي خصصه العالم للتضامن مع المخفيين في السجون، نفذنا وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهم وكشف أماكن اختطافهم. لا ندري أين هم أو أين مكانهم، أظهروهم، قولوا لنا أين هم، ماذا عملوا، ماذا أجرموا، أظهروا إخواننا المخفيين وأخرجوهم. أين هم وبأي ذنب يعذبون؟ تتكرر أسئلتهن كما هي مطالبهن المشروعة، وقد بات الخوف والألم رفيق يومياتهن منذ حرمنا من أولادهن. أطفال المختطفين ومن خلف مجسمات يعرفون أنها تحاكي أوضاع آبائهم هناك في المعتقلات، شاركوا الأمهات في مطالبتهن بتمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية الكاملة. بالرغم من تعدد أساليب أسر المختطفين وتكرار مطالبهم، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية لنداءاتهم. وتعرضت الأمهات إلى آلام مضاعفة في رحلة من البحث لا تتوقف،